اسلم من الكل في التوتوريال هذا باش نفسر لكم كيفاه داونلود تيم سبيك، كيفاه ما نزيدوه البلاجين توكيو فويب، وكيفاه تجوني الكوميونيتي نتاعنا وتدخل السيرفر 5M نتاعنا. اول حاجه انت باش تعملها توا، معناها مازلت معناها مدخلتش السيرفر نتاعنا ديسكورد، اللي هو لازمك تدخل السيرفر ديسكورد نتاعنا اللي هو باش تلقى فيه كل شيء. باهي عندك الرومز هذوما الكل ما يهموكش، انت باش تركز على الروم اللي هي وايت ليست ابليكيشن، اللي هي باش تلقى فيها اللينك نتاع الوايت ليست. تنزل على اللينك هذاك تطلع لك الباج هذي، يقولك شنو اسمك في ديسكورد، تاك تنزل هنا تحط له اسمك، يسألك شنو اسمك يا ريل، شنو اسم الكاركتر نتاعك، شنو الباك يور باك ستوري. باهي الحكاية الباك ستوري هي فم برشا عباد مش فاهمينها ومش عارفين شنو يكتبوا فيها. باك ستوري هي قصة نتاع الكاركتير نتاعك قبل ما يجي للمدينة، وشنو هي الأسباب اللي خليته يجي للمدينة، وأي ديتاي معناها أي ديتاي في حياته. لازم ماذا بينا معناها الحكاية تكون ديتاي فيها برشا تفاصيل، باش احنا معناها نفهمو البلاير هذاك شنو معناها الحاجات اللي هو ناوي يعملهم في السيرفر كي يدخل. باه عندك وين لعبت قبل ار بي، ولا في السيرفر الفلاني السيرفر الفلاني، كما لعبت شي بيج ندخل راهي ما نلعب في حتى سيرفر. والحكايه هذيك معناها ما ناخذوه معناها عبد ما نلعبش جمله ما نقولوش ليه هذا ما نقبلوش، معناها مش كريتير. باه قولوا نحن توسيبون بعثت الاب نتاعك اللي توصل الوايت ليست مانجرز، تجي لهنا في الابليكيشن ريزلتس تقعد تستنى لين يتاجيك واحد من الوايت ليست مانجرز ويقول لك راه يا الابليكيشن نتاعك ريجكتد ولا اكسبتد. باه كان الاب نتاعك ريجكتد وتعمل اب اخرى، المرة هذه تحاول تصلح الغلطة اللي هي يكتبها لك لهنا، يكتب لك شنية الريزن معناها تحاول تصلح الحكاية ذيك. كان الاب نتاعك اكسبتد جي للروم اللي هي ويتين فور انترفيو، تاخد تستنى هنا لين يجيك وايت ليست مانجر تاعك الروم الانترفيو يبدا يسأل على روحه. باهي على شنو باش يسألك على حاجات اللي هما معناها الرولز نتاعنا، والرولز فما لي باز نتاع الار بي اللي هما هذا اللي هما اهم حاجه موجودين في السيرفر ار بي الكل، فما حاجات دي ديتاي معناها في سبيسيال في السيرفر نتاعنا نحن، تقراهم هذوكم على روحك انت تقراهم الكل، ولازم يكون عندك فكره عليهم الكل، خاطر الوايت ليست مانجر ينجم يمسك على اي حاجه فيها، ينجم يعطيك سين يقولك تعالي الاغلاط فيها، ينجم يمسك على اي واحده فيها. بعد ما انت قريت كل شيء وسي بون عديت الانترفيو نتاعك وخذيت الوايت ليست نتاعك في ال ما خذيت الوايت ليست نتاعك في الديسكورد، تقعد لك اللي هي تيم سبيك اللي هو باش تحكي مع بيه مع العباد. دونك مهم على الاخر صب تيم سبيك نتاعك من اللينك هذا، اللينك الكل تلقاه من تحت الفيديو، صب تيم سبيك نتاعك من ديجا صابو او تيم سبيك. من بعد ما تصب تيم سبيك يقعد لك تحط فيه باش تزيدو معناها البلاجين توكيو فويد اللي هو يربط بين 5M يربط بين تيم سبيك. نجيب لهنا دين كده كيف تحت الفيديو، تنزل على هذه الاولى تصبها معناها من بعديك عندي جو سبب باش نوريكم كيفاه، تنزل عليها هكا عادي على الاخر، تنزل انستال ومعناها وتتصب لك عادي في معناها في التي اس نتاعك، ريستارتي معناها التي اس نتاعك تسكرو تعاود تحلو نورمال مو كي باش تحلو باش تلقى هنا في البلاجينز باش تلقى توكيو فويد، ما هاك توكيو فويد غاديك في البلاجينز. بعد ما معناها سي بون البلاجين نتاعك ديجا موجود في التي اس وعندك معناها كل شيء، تقعد لك تو باش تجويني معناها باش تدخل في التي اس وباش تدخل في الفايفين. عندك هذايا لي بي تعمل بوانت اكسكلاماسيون اتش دي يطلعولك لي بي نتاع السيرفور 5M لي بي نتاع تيم سبيك نتاعنا، تهز لي بي هذا تاع تيم سبيك تنزل تكونيكتي تدخل على روحك. هنا تكتب اسمك في ال بي واضح به، قولوا نحن تو سي بون دخلنا غادي دخلنا في دخلنا معنا سيرفر تي اي سقط التاب تدخل في الفاي ام. حلو الفاي ام عندك الكوماند هذي به اللي هي فيها لي بي نتاع السيرفر والبور وكونيكت، باش تحل منو اللي هو باش تدخل منو للسيرفر تنزل على ال F8 تنزل كنترول V تدخل على روحك. انا يعني فقط تستنى شوية حتى يشين الريسورسز الكل يتلوديو
مثل يديلك الريسورس اللي كلهم 22 ريسورس، تجيك اللودين سكرين هذه، تقعد تستنى فيها شوية وتدخل السيرفر على روحك. بالنسبة لأي واحد عنده أي سؤال ولا أي حاجة ما فهمهاش، نجم يجي الروم هذي نيد هيلب، يسأل أي ما حانها حاجة ما فهمهاش ولا حاجة ما خدمتلوش ولا ما نعرفش أي حاجة ما خدمتلوش، يسأل واحد مستاف يجي ويفسرله ومعناها ويحلو البروبليم تاعو إن شاء الله. حاجة أخرى بركة اللي هي معناها نزيد نعاود نوصيكم إنكم تقرأوا الرولز بالكدا، متصوروش معناها قديه خايبة إنك معناها واحد يغلط معك في سي إن آر بي ولا حاجة. لهنا نعاود نرجع للفايف إم تاعنا، عندك هنا يقول لي ادخل للسيرفر، معناها ادخل للديس او كونكتد تو ذا رونج تيم سبيك سيرفر. ندخل انت السيرفر عندنا في الديس، connected channel switched كونكتد سي بون، يزني للروم اللي هي ان جيم هذو مجمعني ان جيم، وندخل على روحي معناها كما تشوف. ذا هو معناها التوتوريال، ان شاء الله يكون معناها عجبكم، وكما قلت لكم اي واحد ما فهمش حاجه هو كيمشي للنيد هيلب، وواحد من ستاف تا يجاوبو ويفسر له كل شيء. بيس.